في اعتقاد غلط سائد جدا بين سيدات كتير جدا ان المسكنات اللي بياخدوها اثناء البريود لتسكين الم البريود بتعمل عقم. الكلام ده ايه؟ هو طبعا كلام مغلوط ملوش علاقه بالحقيقه الكامله. هو المسكنات اللي حضرتك بتاخديها او الانسه بتاخدها لما يجي لها الم شديد في البريود هي ممكن تسبب عقم بس في الوقت اللي بتاخدها فيه بس. ازاي الكلام ده؟ المسكنات دي عادة بتبقى مضادات الالتهاب غير استرودية زي ايبوبروفين اللي هو بروفين مثلا، ديكلوفيناك زي اولفين، ميلوكسيكام زي موبيك، او اي مسكن عادي انت عارفه او انت عارفاه. المسكنات دي بتشتغل اصلا على تقليل او منع البروستاجلاندين. البروستاجلاندين ده في الاساس هو ليه دور جامد جدا او مهم جدا في التبويض، عملية التبويض يعني خروج البويضة من المبيض. فلما بتاخدي المسكنات دي بكمية كبيرة، لما بتاخديها بكمية كبيرة بتوقف او بتضعف التبويض. بس الاثر ده ارتجاعي. يعني ايه ارتجاعي؟ يعني لو الشهر اللي بعده حضرتك ما اخدتيش مسكنات عملية التبويض بترجع تاني زي ما هي، مفيش اي مشكلة. معنى الكلام ان المسكنات بتأثر في الشهر اللي حضرتك بتاخدي فيه المسكنات دي بس في عملية التبويض، إنما بعد كده كل حاجة بترجع لطبيعتها تاني وإمكانية حدوث الحمل بتحصل تاني. طيب إيه الحل؟ لو حضرتك عندك ألم شديد في البريود المفروض تحطي كمادات أو قربة مية سخنة على مكان الألم، أو تاخدي حاجة سبازموليتك، حاجة مضادة للتقلصات ما يبقاش فيها مسكن، زي مثلا فيسترالجين، سبازمو فري، أي حاجة تكون للتقلصات فقط. او ممكن تشربي قرفه كتير، القرفه بتقلل التقلصات بتاعه عضلات الرحم وبالتالي بتخف الموضوع. طب لو الم غير محتمل ماشي، حقنه مسكنه بسيطه بس مره، او حبايه مسكنه مره، انما من غير افراط. وربنا يحفظنا ويحفظكم.